ونرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، وبنرحب بخبيرنا التحكيمي كابتن ناصر عباس. اهلا وسهلا بيك كابتن ناصر، منورنا. الله يخليك كابتن ايمن، تحياتي لحضرتك وتحياتي للنجوم الكبار الكابتن شريف عبد المنعم والكابتن علاء ميهوب والنجم الكبير اسامه عرابي والكابتن عادل عبد الرحمن. نور يا كابتن. نور يا كابتن. قبل ما نخش في حياتك كابتن ايمن، عاوز اقول ثلاث عناصر مهمين جدا انا خدتهم كراجل مقيم مش باخد حالات تحكيميه. نمره واحد، بنتكلم في صعوبه المباراه كابتن ايمن. هذه المباراة احنا عندنا في تقييم المراقبين المباراة تندرج تحت الصعوبة، هل هي سهلة أو متوسطة أو صعبة؟ أنا شايف النهاردة هذه المباراة تندرج تحت درجة الصعوبة العالية لرغبة النادي الأهلي والنادي الأولين في الفوز بثلاث نقاط، دي حاجة. حاجة كمان نتيجة المباراة أثناء الحدث 2-0 2-1 2-2 3-2، دي كلها بتعمل ضغوط على طاقم التحكيم في النتيجة وبتدي درجة صعوبة عالية. هكلم في الآخر عنصر مهم جدا عشان الوقت، بنتكلم في التصوير، يعني يا ريت خلال القناه احنا عندنا لقطه للاسف ما اتعادتش يا كابتن عادل. للاسف هي لقطه لايف ما اتعادتش، وعلى الرغم ان هي لقطه جدليه المفروض النهارده تتعاد مره ومن زاويه ثانيه وثالثه وكذلك، ولكن هي لقطه يمكن هنجيبها ملهاش اعاده غير هي اللقطه اللايف. هنروح لطاقم التحكيم علشان الوقت اللي معانا. نشوف عندنا النهارده طاقم التحكيم محمود ناجي من منطقه الغربيه كابتن علاء، وعندنا مساعد رقم واحد هاني العراقي منطقه دمياط، مساعد رقم اثنين اسامه السيد من منطقه القاهره، محمد عبد الحافظ من منطقه الشرقيه، ده طاقم التحكيم اللي هو في الفيلد. على الفار النهارده كانت لجنه الحكام حطت حكم دولي كبير كان جهاد جريشه، واحسنت ان هي حطت جهاد جريشه، وقلنا كابتن ده استاذ كابتن اسامه لما بيكون في حكم جديد لابد ان كنت تحط حكم في الفار قديم عنده خبرات. كمان معاه حكم صاعد حسن سلطان من منطقه الاسكندريه. نروح نشوف ايه الحالات. الحاله الاولى معانا وهي هذه الحاله اللي احنا بنتكلم فيها كابتن علاء كابتن ايمن، هنا مطالبه النادي الاهلي بركله جزاء. هذه الحاله للاسف الشديد لم تعاد كابتن ايمن، هذه الحاله لم تعاد. انا ما بقولش ان في مخالفه، ولكن من غير ما اقول في هذه الحاله ان الحاله المخرج ما يعادش، وبالتالي النهارده انا كبار حتى وكحكم يعني هدي راي ازاي؟ احنا عندنا دوري كبير لابد ان احنا نهتم بتمركز الكاميرات في داخل ميدان اللعب عشان خاطر نقدر نشوف هل الحاله هل هنا في مخالفه لمس الكره باليد ولا مفيش. هنمر على الحاله اللي بعد كده ونشوف هنا، نتكلم هنا في حاله من الحالات المهمه ستوب. هنا بنتكلم كابتن اوريدي هنا من خلال القناه بندي تعليم للناس، هنا الراجل هنا رايح كانت 17 هيعدي، ان لم ترتقب هذه المخالفه هيعمل ايه؟ هيروح ويعدي. مظبوط. هسه طبعا هنا نشوف في العاده ايه اللي هيحصل من لاعب النادي الاهلي، بنشوف الراجل هو عدى وايه قرب يخش على منطقه الجزاء، وهنا حصل في نمشي هنا المسك موجود ومن خارج منطقه الجزاء، وهنا تعطيل للهجوم الواعد، وهنا البطاقه الصفراء بطاقه صحيحه الحكم المباراه. نمر ونروح للحاله الثالثه ونشوف الحاله الثالثه. يلا نفس الشيء هقف وهرجع. هنا بنتكلم في المسك الصارخ يا كابتن علاء، ممكن يعني امسك وما اعطلش لعب في نص الملعب تعدي، ولكن لما يبقى نشوف المسك هنا نمشي ونشوف المسك هنا، هذا اللاعب اللي هو اللاعب النادي المقاولون العرب نمشي بيصر على ان هو يمسك وكذلك، ولكن هنا الحكم طبعا عنده فهم للقانون، وهنا اشهر البطاقه الصفراء والقرار كان قرار صحيح للمسك الصارخ. الحاله اللي بعد كده، هذه الحالة من الحالات المهمة جدا، وعاوز حضراتكم بس تشوفوا حكم المباراة كان واقف فين لحظة ارتكاب المخالفة. هذه المخالفة الكل اتكلم فيها كتير، نشوف الإعادة. هو هنا الحكم أشار باحتساب مخالفة ركلة الجزاء. ستوب. شوف يا كابتن الحكم فيها يا كابتن علاء مركزه وحش قوي جدا. وفي واحد عامل كاش عليك. هذه حالة تعليمية من فضلك يا محمود يا ناجي، عندما تنتقل الكرة للناحية العكسية بتاعت المساعد رقم اثنين من فضلك تعمل سبرنت بسرعة تيجي لي هنا يا كابتن علاء. ليه؟ أنت اديت قرار بالإيحاء مش باليقين. أنت معايا يا كابتن عادل؟ في لعيب المقاولين مغطى عليك، وشوف كام لعيب قافل على زاويتك، أنت هنا اديت قرار بمخالفة ركلة جزاء
يعني هقول التمركز الاول ازاي تطور من ادائك كحكم، لابد انك انت تيجي في الناحيه. بص في الكوره دي يا كابتن العكسي. في الكوره دي يا كابتن هو كمان خلي بالك كابتن، انا عايز اقول لحضرتك حاجه. لو جبناها من الاول بعد اذنك نجيبها نرجع من الاول. تاني نرجع تاني من الاول، نرجع من في الجزء ده بس نرجع تاني من نفتح الأول. الكادر شويه نفتح الكادر شويه من اول خالص نفتح الكادر. تمام. ماشي كمل بقى كمل برضو كمل ماشي نمشي 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 كمل تاني نمشي هنا ماشي. بص يا كابتن ستوب. هو هنا هو هنا مش لازم يضرب السبرنت ده، عارف يعمل ايه؟ لو رجع كده بميل شويه هيبص يشوف كل اللعيبه قدام. بص يا كابتن احنا بنقول للحكم ايه؟ كلامك محترم جدا كابتن علاء كابتن عادل. انت كلاعب لما بيكون عندك فرصه تهديف شوف افضل زاويه روح لها عشان تحط كور. مظبوط ايوه صح الكلام ده بيقول الحكم. يا سيدي انا عاوزك تمشي من اي حته تعجبك بس المهم انك انت تشوف المخالفه وتفتح نفسك زاويه رؤيه واضحه. ولكن من هذا الكلام تحتسب مخالفه. هنشوف المخالفه كان هناك في مخالفه ولا لا في الاعاده. نشوف هنا كابتن هنجيب اللقطه بالبطيء تاني بنشوف ها ها الايد اهي والوش اهو كابتن. في حاجه مهمه جدا الكره دي لو اصطدمت بالايد يا كابتن عادل وهي جايه كده لابد ان هي تنزل تحت تقف تقف تحت. ولكن هي طبعا هي هنشوف على طول نمشي اللعبه سريعه بعد اذنك. يلا ايد اتشالت من الكره جت في الوجه ثم الايد نزلت على الارض والكره عدت. وكمان نروح لقطه الفار اللي هو جابها له بقى قال له ايه؟ قال له هو الفار تعالى شوف جهاد تعالى هناك مخالفه ولا لا. ولكن انا شايف ان هنا المخالفه الكره تذهب للوجه ثم تمر بدون ارتكاب مخالفه. نمر ونروح للحاله اللي بعد كده. عندنا اخر حاله وحالة من الحالات المهمة جدا كابتن أيمن. شوف هنا في اللعبة بنتكلم على تأكيد الهدف. هناك ليست هناك تسلل بالمرة وهنشوف الزاوية العكسية. هنشوف لحظة التمرير لحظة اللمس ونقف ونشوف ستوب. هنا لاعب نادي الأهلي هنا متغطي بآخر لاعب من الركن العرب ثم الكرة بتعمل باص الناحية التانية. نمشي شوف الارتقاء ارتقاء فوق ستوب ارتقاء فوق دون اللمس. لعب الكره بره. نشوف مفيش اي مخالفه ولا سند ولا دفع ولا اي حاجه من الحالات ديت بتعمل الناحيه العرضيه. وهنا محمود ناجي كان قريب جدا اثبت هنا اثبت هنا اثبت هنا ممكن تثبت في الهيد ده. بيفكرني بحاجه كده الماتش اللي فات. مش هتكلم عليها. طيب نتكلم عليها في الحلقه الثانيه عشان الوقت. انما انا بقول ايه في النهايه، انا بقول هنا ايه، الحكم سعد كان مركز جدا جدا. لاعب النادي الاهلي طالع عامل ارتقاء عالي وبيلعب الكره بالهيدرز والكره اتعمل عرضيه وحط هدف. خلاصه الكلام بنقول ان هذه المباراه محمود ناجي انت حكم جديد قابلت ضغوط كتير مريت بالمباراه. نتمنى انك انت تتماسك في ظل وجود الضغوط اللي اني انا شايف ان هذه المباراه وجود جهاد جيرش النهارده كان اكيد كان ليه دور كبير جدا كابتن ايمن. اتمنى التحكيم المصري في المناطق القادمه يكون افضل وافضل وافضل باذن الله. واحنا بنتمنى كل التوفيق للعناصر التحكيم كلها بالمنظومه كلها لان ده هيبقى في صالح الكره المصريه اكيد. نشكرك شكرا جزيلا كابتن ناصر عباس امتعتنا كالعاده. وبنتهي الفقره التحكيميه اعزائي المشاهدين بنصل لنهايه الاستوديو التحليلي مباراه النادي الاهلي والنادي المقاولون العرب والتي انتهت بفوز النادي الاهلي 3-2 بعد ريمونتادا ولا اروع. كل التوفيق للنادي الاهلي في المباراه القادمه ان شاء الله. بنشكر نجومنا الكبار اللي شرفونا النهارده الكابتن شريف عبد المنعم. قال شكرا كابتن شرفتنا. الله يخليك كابتن، مبروك لعبا ونتيجه الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. كابتن اسامه عرابي شرفتنا ونورتنا الف الف مبروك. الله يبارك. شكرا. الله يبارك فيك امين ايمن وشكرا ليك من اخوك امين. ماشي يا كابتن امين. افتكرت امين اخويا. امين اخويا زي اخوك انا مش مشكله. افتكرت امين اخوه كابتن علاء يعقوب. الف الف شكر. الله يخليك نورتنا وامتعتنا كالعاده. ربنا يخليك يا ايمن ومبروك للنادي الاهلي. كابتن عادل امتعتنا كالعاده. قال شكرا كابتن عادل. مبروك يا كابتن مبروك يا رب الايام الجايه تبقى كلها شوط تاني يا رب ان شاء الله باذن الله. والشكر لكم ايضا اعزائي المشاهدين على حسن المتابعه وعلى امل ان نلتقي بكم مره اخرى واستوديو تحليلي اخر. لكم مني اطيب المنى وارق تحياتي.